بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. افتتح كتابه هذا بالبسملة اقتداء بكلام الله وكتاب الله جل جلاله، فإن الله افتتح القرآن بالبسملة، وكل سورة منه مفتتحة بها ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة، لأنها نزلت بالسيف. وهذه الجملة من المعجزات التي كانت تنزل مع كل نبي فترفع بموته، وقد بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لأمته، وبقاؤها إنما هو بقائها في القرآن. وقد شرع الابتداء بها في الأمر المهم أيا كان، ولذلك أخرج أبو داود في السنن وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي لفظ فهو أقطع، وفي لفظ فهو أجذم. والأبتر مقطوع الذنب، والمقصود بذلك ما ليس تاما، والأقطع مقطوع العضو أيا كان، والأجذم مقطوع اليد. وهي هذه الجملة يمكن أن تكون جملة اسمية، ويمكن أن تكون جملة فعلية، ويمكن أن تكون جملة إنشائية، ويمكن أن تكون خبرية، ولذلك لا يعطف عليها شيء، فلا يقال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مثلا، لأن هذه الجملة يمكن أن تكون اسمية فيكون أصلها ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، فيكون المبتدأ محذوفا سواء كان مقدما أو مؤخرا، وهو متعلق الجار والمجرور. ويمكن أن تكون جملة فعلية فتقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك. ويمكن أن تكون خبرية أيضا، فيكون المعنى الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، أو الاستعانة إنما هي بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. والباء التي فيها محتملة لأن تكون للإلصاق، معناه أن وهو الأصل في معاني الباء، والمقصود بذلك أنني في حال مباشرتي لأي عمل إنما أعتمد وأتوكل وأستند إلى اسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن تكون للسببية، معناه سبب عملي إنما هو اسم الله، فالمقصود بذلك أن الحامل لي عليه إنما هو ابتغاء وجه الله وتقرب إليه. ويمكن أن تكون الباء استعانية للاستعانة، تكون بمعنى على، ويكون المعنى أستعين بسم الله الرحمن الرحيم أو أعتمد عليه. ويمكن أن تكون للتعدية، وذلك بحسب العامل المحذوف، مثل أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك. واسم الله، الاسم هو ما يدل على المسمى، وهو أسماء الله سبحانه وتعالى كلها داخلة في ذلك. وإذا خصص ذلك بالله فهذا هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، لأنه دال على كل صفاته، أما ما سواه من الأسماء فإنما يدل كل اسم على صفة واحدة، كالرحمن يدل على الرحمة العامة للخلائق في الدنيا، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وهي رحمة واحدة من 100 رحمة. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، وذلك 99 رحمة. والله جل جلاله وصف نفسه بهذين الوصفين العظيمين، وكتب على نفسه الرحمة، ورحمته تنقسم إلى قسمين: إلى رحمة قديمة وهي صفة الله، وإلى رحمة حادثة وهي فعل الله. فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا، فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ولذلك سمى الله نفسه بهذين الاسمين،
الاسم الأول وهو الرحمن استعمل استعمال الأسماء في القرآن، ففي القرآن لم يرد مستعملا استعمال الأسماء غالبا إلا اسم الله أو اسم الرحمن. واستعمال الأسماء معناه أن يأتي مبتدأ وأن يأتي فاعلا ونحو ذلك. أما استعمال الصفات فهو أن يأتي نعتا أو حالا أو نحو ذلك. والرحمن لم يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، وقد حاول مسيلمة الكذاب أن يسمي نفسه رحمن اليمامة فهلكه الله سبحانه وتعالى وقصمه. وأما الرحيم فهذا الوصف يوصف به المتصف بالرحمة، فهو فعيل بمعنى فاعل، ومن ذلك وصف الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال وبه ثقتي، يقصد أن ثقته إنما هي بالله جل جلاله، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص، والمفعول هو الجار والمجرور، معناه وثقتي به لا أثق إلا به في الاعتماد والاستناد والتوكل، فلا أطلب العون إلا منه، ولا أعتمد إلا عليه، وأبرأ إليه من حولي وقوتي. ثم بعد ذلك قال الحمد لله رب العالمين، وهذا الابتداء النسبي، فافتتح بالحمد لله اقتداء بكتاب الله أيضا، فإن الله بعد البسملة افتتح القرآن بقوله الحمد لله رب العالمين. والحمد في اللغة هو الثناء، كما قال ابن مالك قدما تساوى الحمد والثناء، ويعرفه المتكلمون بأنه الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال، وإن شئت قلت سواء كان من باب الفضائل أو من باب الفواضل، وإن شئت قلت سواء كان من باب الاستحقاق بالإنعام أو بالاستحقاق بالصفات. فهو سبحانه وتعالى المتصف بالكمال، وهذا الكمال يستحق أن يحمد عليه، وهو المحسن هو المنعم بكل أنواع النعم، وهذا الإنعام يستحق الحمد عليه. وأل التي في الحمد قيل هي عهدية وقيل جنسية، فإذا كانت جنسية فالحمد كله لله، وذلك شامل لأربعة أصناف، حمدان قديمان وحمدان حادثان. فالحمدان القديمان حمد الله لنفسه في الأزل، وحمده لبعض خلقه في الأزل. والحمدان الحادثان حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض. وإذا كانت العهدية فالمقصود بذلك الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل وهو معهود، ولذلك قيل الفاتحة من القواقل، لأنها تعليم لنا كيف نحمده، فيكون المعنى قولوا أو قل الحمد لله رب العالمين، فتكون معدودة من السور التي تسمى بالقواقل، وهي المفتتحة بقل، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. رب العالمين، اللام في لله كذلك إما أن تكون للملك، وإما أن تكون للاختصاص، وإما أن تكون للاستحقاق. فإذا كانت للاستحقاق فالمقصود بذلك هو مستحق الثناء، فهو أهل الثناء والمجد. وإذا كانت للملك فالحمد الحادث مملوك له، فهو إما صادر من فعله لنفسه وهذا ثناؤنا على الله، وإما أن يكون صادرا من فعله على فعله فهذا ثناء بعضنا لبعض، أو أن يكون صادرا منه هو على نفسه، أو أن يكون صادرا منه هو على بعض فعله. وإذا كانت اللام للاختصاص فيكون المعنى أنه المختص بهذا الحمد، فالحمد الصادق من كل وجه إنما هو حمد الله جل جلاله، فلا يمكن أن يكون ذلك الحمد لغيره. رب العالمين، والرب هو الموصل إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه، ومن ذلك قول صفوان بن أمية بن خلف الجمحي فلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقال أيضا رباه وربيه،
ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واصطناع بالمسح شاربه. وقول الآخر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت في الإمام. ويقال أيضا: رببه يرببه. ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببن في الغيضات أشبالا. ويقال أيضا: ربته يربته. ومن ذلك قول الشاعر: يا ليت شريها لبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. والرب أصله راب فاعل، وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقد قال ابن مالك رحمه الله: ويا الحديث بقلة مضاعفا منه ألف. فاعل يحذف منه الألف بقلة إذا كان مضاعفا مثل رب وشت وفذ، بمعنى راب وشات وفاذ. والعالمون اسم ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهي من الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه. ثم بعد ذلك، بعد حمد الله سبحانه وتعالى، قال: والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه امتثالا لأمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، وواجبة عند ذكره، ومسنونة في افتتاح الأمور، كما أن البسملة أيضا تجب وتسن في بعض الأمور، فهي واجبة في الذبح عند الذكاة على الراجح، وهذا مذهب الجمهور، وهي مسنونة عند صعود المنبر وعند دخول البيت وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند الخروج من البيت كذلك، وعند اليقظة من النوم وعند إرادة النوم وعند لبس الثياب وعند ابتداء الأكل والشرب والجماع، وفي افتتاح كل أمر من هذه الأمور. وأما الحمد فهو مسنون كذلك في افتتاح كل خطبة وكل كتاب، وهو مسنون كذلك عند نهاية الشرب والأكل، وفي آثار النعم كالاستيقاظ من النوم ونحو ذلك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مسنونة في افتتاح الخطب واستئناف الكلام، من ذلك ابتداء التآليف، فالكتب إنما هي بمثابة خطب يقدمها الإنسان إلى الناس، فلذلك يسن له أن يفتتحها بما تفتتح به الخطب، فلهذا افتتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة تطلق على الدين، ومن ذلك قول الله تعالى حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي أدينك يأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. كما تطلق الصلاة أيضا على الدعاء، ومن ذلك قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن ذلك أيضا إطلاقها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك. ومن إطلاقها على الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوليمة: من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وتطلق أيضا على البركة، ومن ذلك قول جرير: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخريهن الحرائر، لا ربات أخمرة سود المحاجر، لا يقرأن بالسور. وتطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة المقرونة بالتبجيل، فليست الرحمة عن طريق المشفة والضعف، بل هي رحمة مقرونة بالتبجيل والتوقير والتعظيم والإجلال. وصلاة الله عليه هي إيصال هذه الرحمة إليه وهذا التوقير والإجلال. وصلاتنا وصلاة الملائكة إنما هي سؤالنا لله أن يصلي عليه.
الصلاة على سيد المرسلين معناه والصلاة دائمة أو مستمرة على سيد المرسلين، فالخبر هو متعلق بالجار والمجرور المحذوف. والسيد هو من يلجأ إليه عند الشدائد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو سيد الخلائق جميعا لأنهم جميعا يلجأون إليه في المحشر للدخول بشفاعته الكبرى. وأشرف البشر المرسلون، فلذلك خصت سيادته هنا بهم، قال على سيد المرسلين. والمرسلون هم من أرسلهم الله، وهم صنفان: رسل من الملائكة ورسل من البشر، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. والمرسلون واحدهم مرسل ويطلق عليه رسول، ورسول من الألفاظ التي تطلق على الرسالة وعلى حاملها، فالرسالة نفسها تسمى رسولا، ومن ذلك قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى وما أرسلتهم برسولي، أي ما أرسلتهم برسالتي. وتطلق على حامل الرسالة الذي لا يسافر إلا من أجلها، فمن كان مسافرا فأرسلت معه برسالة فلا يقال إنه رسولك إلى مكان كذا، لأنه كان مسافرا وأنت أرسلت معه تلك الرسالة. لكن إذا كان الحامل له على السفر أن يبلغ رسالتك فهو رسولك، ورسل الله هم المبلغون لرسالاته إلى الناس. محمد بدل من سيد المرسلين، وهو اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سماه به جده عبد المطلب، فقيل له: كيف تسميه باسم ليس في أحد من آبائك؟ فقال: رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله رجاءه فحمده أهل السماء وأهل الأرض. وقد سماه الله بذلك في أربع مواضع من كتابه في القرآن. وعلى آله، أي الصلاة أيضا على آله، وآله أصلها أول، أوله معنى من يؤول إليه أن يرجع إليه بالأمور، وهي له لا يضاف إلا إلى العاقل الشريف، فلا يضاف إلى غير العاقل في الغالب أو إلى البهيمة أو الدني من الخلق حتى من البشر، فيقال آل فلان لمن هو شريف معروف، ولا يطلق ذلك على المجهول أو من ليس شريفا. ولفظ آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق باختلاف المقام، فإذا كان في مقام الدعاء فإنه يشمل كل المتبعين له والمقتدين به كما هنا، فيدخل في ذلك كل من آمن به إلى نهايتهم. ولذلك كثير من الناس يقول: الصلاة الإبراهيمية ليس فيها ذكر للصحابة وفيها ذكر للآل. والجواب أنها في مقام الدعاء فهي شاملة للصحابة والتابعين والمؤمنين إلى يوم القيامة، فهم آله أي أتباعه جميعا. وفي مقام الأحكام يختص آله بالمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب ومواليهم. وقد رأى مالك في إحدى الروايتين أنها مقصورة على المؤمنين من بني هاشم ومواليهم دون بني المطلب، ولكن الراجح دخول بني المطلب، وهذا مذهب الجمهور. والمطلب أخو هاشم، ولهاشم ثلاثة إخوة فهم أولاد عبد مناف، وقد ذكرهم البدوي رحمه الله في عمود النسب، فقال: عبد مناف قمر البطحاء، أربعة بنوه هؤلاء: مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. وبنو المطلب هم مع بني هاشم، ولذلك لما جاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس بن عبد مناف، والمسور بن مخرمة وهو من بني نوفل بن عبد مناف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يشرك بني عبد شمس وبني نوفل في نصيب ذوي القربى حيث خص به بني هاشم وبني المطلب، فقالوا: إنما نحن وبنو المطلب لك بمنزلة واحدة. فقال: نحن وبنو المطلب سواء، ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام.
فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم من خمس ذوي القربى، وخص به بني هاشم وبني المطلب. أما في مقام الثناء المخصوص فهم يدخل فيهم الذين حرموا الصدقة بعده من آل بيته، وهم نساؤه أمهات المؤمنين، وآل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل عباس بن عبد المطلب، فهؤلاء الذين بقوا بعده. وأما ذرية حمزة بن عبد المطلب فقد انقطعوا، وكذلك ذرية الحارث بن عبد المطلب فقد انقطعوا، وزبير بن عبد المطلب إنما كانت له ضباعة وقد توفيت أيضا قديما، وهي صحابية فاضلة هي زوجة المقداد بن عمرو. وأما بقية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فلا عقب لهم ما عدا ما كان من ذرية أبي لهب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من ولايته ومن آله، فقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فأخرجهم من ولايته فليسوا بآله. ولا يقتضي ذلك عدم الترضي عن من كان منهم من الصحابة والصالحين منهم أيضا من التابعين وغيرهم، فهم أهل فضل وأهل منزلة وأهل شرف بإسلامهم واتباعهم، ولكن شرف النسب انقطع عنهم بما أنزل الله في أبي لهب وامرأته. وقد يطلق لفظ الآل على غير الشريف كإطلاقه على فرعون، فيقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويجاب عن ذلك بأن لهم شرفا باعتبار الدنيا وهو منزلة الملك. وكذلك قد يطلق على غير العاقل تشبيها له بالعاقل، ومن ذلك قول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا عتارنا حين تصهر. وعلى آله وصحبه، صحبه جمع فهي جمع أصحاب وجمع صاحب، صحب جمع مباشرة جمع صاحب، وجمعها هو أصحابه. فأصحابه هم الذين آمنوا به وعرفوه وتلقوه في الدنيا على الوجه المتعارف، وماتوا على دينه ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. فلا يدخل في صحبه الأنبياء الذين رأوه ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وصلوا وراءه، ولا يدخل في ذلك أيضا عيسى بن مريم الذي سيكون من أتباعه ومن أمته في آخر الزمان، وفيه أنزل الله تعالى على الراجح فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فهو منه أي من أتباعه، ولكنه لا يعد من أصحابه. ولو تخلل ذلك ردة، فالذين ارتدوا ثم آمنوا ورجعوا للإسلام كطليحة بن عدي والأشعث بن قيس فهم من الصحابة، ترجع لهم صحبتهم. وسلم، هذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلم على آله وصحبه. الصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كان الأصل أن تكون الجملة اسمية أيضا، أن يقول والسلام، لكنه هنا عطف على المعنى، لأن الصلاة والسلام والصلاة على سيد المرسلين معناه ونسأل الله الصلاة عليه، فهي بذلك وإن كانت جملة اسمية فهي في معنى الفعلية، ولهذا عطف عليها جملة فعلية وهي وسلم، وهي إخبار عن الله أنه قد سلم أو التماس لذلك، والفعل الماضي يأتي في مقام الطلب بمعنى الاستقبال، مثل رحم الله زيدا أي أسأل الله أن يرحمه، وكذلك هنا وسلم. وبعد، هذا تخلص من هذه المقدمة والافتتاح إلى ذكر المقصود. وأصل هذه الكلمة أن يقال أما بعد، وأما مؤذنة بالشرط والتقسيم،
ولذلك يقال أما بفتح الهمز والتشديد للفصل والتقسيم والتأكيد. والمقصود أما ما بعد هذا الكلام فهو كذا، ولذلك تأتي بعدها الفاظ وذلك هو الفصيح، فيقال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وهو اختصرها هنا فحذف أما، وهي من خصائص الخطب كما قال الشاعر: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قالها، وهذا الخلاف لا طائل من ورائه، فذكر فيه بعض غير الناطقين بالعربية أصلا، قد نظمه أحد العلماء فقال: شر الخلف أما بعد من كان ناطقا بها، من كان بادئا بها سبع أقوال، وداود أقرب لفصل الخطاب، ثم يعقوب قصهم، فصحبان وأيوب، فكعب، فيعرب. ولكن هذه الأقوال كلها لا طائل من ورائها. والمقصود بعد هذا، بعد الحمد، بعد البسملة والحمد والصلاة والسلام، أستأنف بذكر هذه الورقات. وبعد ظرف مبني على الضم، وسبب بنائه أنه مضاف، حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، ولذلك لقبل وبعد ومثلهما من الظروف أربعة أحوال: إما أن يضاف فيذكر المضاف إليه، وحينئذ يكون إعرابهما إعراب الظرف، فإما أن ينصب وإما أن يجر بمن خاصة، وهذا هو ظرف غير المتصرف، فيقال: كذبت قبلهم قوم نوح، ويقال: من قبلهم، كذلك يقال: بعدهم ومن بعدهم. والظرف غير المتصرف هو الملازم للنصب على ظرفية أو الجر بمن خاصة، كما قال ابن مالك: وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية وشبهها من الكلم. والحال الثاني أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وحينئذ ينونان وينصبان على الظرفية، فيقال: قبلا وبعدا، كما قال الشاعر: ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أو الفرات. وكذلك قول الآخر: ونحن قتلنا الأسد أسد خفية، فما شربوا بعدا على لذة خمرة. والحال الثالث أن يضاف فيحذف المضاف وينوى لفظه، وحينئذ يبقيان بدون تنوين، ومن ذلك قول الشاعر: ومن قبلي نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبلي أي من قبل ذلك، فحذف ذلك ولكنه نوى لفظها، فلذلك تركها كما هي، فقال: من قبلي نادى كل مولى قرابة. والحال الرابع أن يحذف المضاف وينوى معناه لا لفظه، وذلك من قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد ذلك. فهذه ورقات قليلة، هذه اسم إشارة، ومعها ها التنبيه، أي انتبهوا فهذه ورقات. والورقات جمع ورقة، جمع سلامة. والمقصود بها مضمونها وما تحمله، فقد يطلق على الكلام أنه صحيفة وهو غير مكتوب أصلا، ولكن الكلام المنظم الذي يحفظ تحسن كتابته في الصحف، فلذلك يطلق عليه أنه ورقات أو أنه صحف. ومن ذلك قول الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أقول سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن لديه صحف يتلو منها، ولم يكن يقرأ ولا يكتب أصلا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولكن الكلام
الذي هو مضمن الصحيفة هو هذا القرآن، فكأنه في صحف مطهرة، صحف قيمة. فلذلك يقال للكلام أنه صحف أو أنه ورقات، والمقصود بالورقات أيضا أن ذلك قليل، ولهذا نعتها به فقال قليلة، أي ليست متسعة في الفن ولا طويلة كثيرة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. أي هذه الورقات تشتمل، واشتمل بمعنى ضم عليه ملابسه، فيقال اشتمل على سيفه أي جعله داخل ملابسه، واشتمل بالشملة أي ما يضمه عليه من اللباس. وذلك أن الألفاظ كأنها تشمل المعاني وتدل عليها وتجمعها، فهي تشتمل على معرفة فصول. والمعرفة المقصود بها العلم بها وإتقانها، ويقال العلم في الدقائق والمعرفة في الجلائل، فتقول أعرف فلانا يعرف اسمه ونسبه ووصفه، ولكن لا تقول أعلم فلانا لأنك لا تعلم هل هو شقي أو سعيد، ولا تعلم باطنه ولا ما يشكوه من الأمراض وما سوى ذلك من الأسرار، فذلك معرفة. ولهذا يقال أول واجب على المكلف معرفة الله، ولا يقال علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به، لا يحيط المخلوقون به علما، ولا يحيطون به علما، على معرفة فصول من أصول الفقه. والفصول جمع فصل، وهو الجزء المنفصل عن غيره بسبب استقلاله. وعادة المؤلفين أنهم يجعلون العنوان الكبير يسمى كتابا وتحته أبواب، وكل باب تحته فصول، ثم بعد ذلك جاء المتأخرون فجعلوا تحت الفصول مسائل أو مباحث، وتحت المباحث أيضا جعلوا تنبيهات أو تكميلات أو تتمات إلى آخره، على فصول من أصول الفقه. هذه الفصول من هذا العلم الذي يسمى علم أصول الفقه، وسيأتي التعريف به قريبا إن شاء الله. وهذا تواضع منه، وأيضا بيان أنه لم يأتي بكل أصول الفقه، وإنما جاء ببعض الفصول التي لا يستغني عنها طالب الأصول. ينتفع بها المبتدئ وغيره، ينتفع بها أي بهذه الفصول المبتدئ، وهو طالب العلم الذي ابتدأ بالطلب ولم يتوسع فيه بعد. وغيره أي غير المبتدئ أيضا، لأنها تعينه ويفهم بها مقاصد الأصول الكبرى. وذلك هذا ابتداء منه للمقدمة الأولى، وهي الحد أي تعريف أصول الفقه. فقال وذلك أي له أصول الفقه مؤلف من جزئين، وذلك أنه مضاف ومضاف إليه، له الأول أصول وله الثاني فقه، فأضيف له أصول إلى فقه إلى أصول الفقه، مؤلف من جزئين أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين أي أن كل واحد منهما لفظ غير مركب في أصله، وإنما ركب فيما بينهما. والمفرد يطلق على خلاف التثنية والجمع، ولا يقصد ذلك هنا لأن الأصول جمع، ويطلق على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وذلك في باب لا وباب النداء، ويطلق كذلك على ما ليس مركبا، وذلك في باب الإعراب مثلا في النحو، وهو المقصود هنا. فالمقصود أن هذين الجزئين عند عدم التركيب فهما جزئان مفردين، ما جزئان مفردان، فلذلك قال من جزئين مفردين. وقد قال المحلي من الإفراد مقابل التركيب للتثنية والجمع، فالمقصود بالإفراد هنا ما يقابل التركيب، أي أنهما ليس في الأصل جملة حتى يقال مثلا
جاءت الأصول أو هذه الأصول أو إقراء الأصول مثلا، فليس ذلك مركبا. وكذلك الفقه ليس مركبا، فلا يقال الفقه علم من علوم الشرع أو الفقه علم مكتسب من الأدلة الإجمالية إلى آخره. مقابل التركيب لا التثنية والجمع، فإن لفظ أصول مجموع فليس مفردا بذلك المعنى. والمؤلف أي أي شيء أُلف، فهذا اللفظ كما ذكرنا مؤلف من جزئين، والمؤلف يعرف بمعرفة ما أُلف منه أي بمعرفة أجزائه، وهنا هذان جزئان أراد تعريفهما، وهذا التعريف هو التعريف بالمعنى الإضافي، وبعده التعريف بالمعنى اللقبي. تعريف بالمعنى الإضافي أي بمعنى أنه تعريف لهذين المتضائفين، أما المعنى اللقبي فهو تعريف أصول الفقه كعلم من العلوم يلقب بهذا الاسم. فالأصل، تعريف الأصل في اللغة هو ما يقابل الفرع. فالأصل الذي هو المفرد الأول أي الجزء الأول المفرد هو ما يبنى عليه غيره. عرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار، وكذلك ما ينبت عليه غيره كأصل الشجرة. فلذلك يقال في اللغة أصل الجدار أي أساسه، ويقال أصل الشجرة أي جذعها الذي نبتت عليه. ولهذا يطلق في الأصول أيضا على الدليل، لأنه أصل المدلول، فيقال أصل وجوب الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض أي الذي تنبت عليه. وفي مقابله الفرع، وهنا أراد تعريف الفرع مع أن الفرع ليس من المتضائفين، وإنما تعريفه يدلنا على تعريف مقابله، فبضدها تتميز الأشياء. لذلك قال والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره وكذلك ما ينبت عليه، كفروع الشجرة لأنها نبتت على أصلها، وكذلك فروع الفقه نبتت على أصلها أي استنبطت من أدلتها، فأدلته أدلة الفقه هي أصوله الإجمالية، وفروعه هي المسائل المستنبطة من تلك الأصول. فهذا إذن هو التعريف الإضافي بالمعنى اللغوي. ثم بعد ذلك بدأ بالتعريف تعريف الجزء الثاني بعد الأصول وهو الفقه، فقال والفقه وهو الجزء الثاني من هذا المركب الإضافي له معنى لغوي وهو الفهم، فيطلق على الفهم، ومن ذلك قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي ما نفهم كثيرا مما تقول، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه فيه. لذلك قال له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي أي في اصطلاح المتشرعة، فيطلق الفقه على الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لذلك قال ومعنى شرعي مسوغ إلى الشرع، والشرع الدين، وهو من شرع الشيء بمعنى أظهره، ومنه شراع السفينة، أو من شرعه بمعنى جعله مرجعا يرجع إليه، ومنه المشرع الذي يشرب منه، وشرعت الدابة أي شربت من المشرع. وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، والفقه حينئذ المقصود به ما يتصف به المتفقه،
فهو يطلق إطلاقين، يطلق على ما يتصف به المتفقه، ويطلق على العلم في ذاته. فالعلم مستقلا عن صاحبه يقال فيه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما على ارتباطه بالمتفقه فيقال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لأن تلك المعرفة هي صفة المتفقه. وقد بينا الفرق بين المعرفة والعلم. والأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والذي يثبت أمرا لأمر أو ينفيه عنه أحد ثلاثة في الأصل: إما شرع، وذلك بالوحي المنزل أو بالمستنبط من الاستنباط منه، وإما عقل، وذلك في الأحكام العقلية، وإما عادة أي تكرار، وذلك في الحكم العادي. والأحكام أصلها من أحكم الشيء إتقنه، ومن ذلك قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومنه الإمساك أيضا، فحكمات اللجام التي تمسك الفرس من جانبي وجهها تسمى حكمات، ومن ذلك قول زهير: قزت سمانا فآض الظما، يقول القائد الخيل منكوبا دوابر، وها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. ويقال أحكم السفيه بمعنى منعه من التصرف وسجنه ومنعه. ومن ذلك قول جرير: بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم، وأنا أضباء بني حنيفة إنني إن أهلكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. والأحكام سيأتينا تعريفها قريبا. والشرعية المنسوبة إلى الشرع هو الوحي، التي طريقها الاجتهاد بخلاف الأحكام الشرعية التي هي منزلة من عند الله، فهذه ليست مذهبا لأحد، ولا تكون المعرفة بها من الفقه بل من الأصول، لأنها أدلة لما سواها. التي طريقها الاجتهاد معناها التي تعرف عن طريق الاجتهاد، فهو معرفة طريقها. والاجتهاد معناه بذل الجهد في معرفة تلك الأحكام، وهو من اجتهد، هو مصدر اجتهد، يجتهد إذا تكلف وبذل جهدا. والجهد بالضم هو الطاقة، وأما الجهد بالفتح فهو اللواء والشدة. وفعل الأول جهد، تقول جهد فلان في كذا، أي بذل فيه جهدا عظيما. وأما ما يتعلق بالمشقة ونحوها فيقال فيها جهد فلان، قالوا فيها جهده، يجهده أي شق عليه وأتعبه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربعة وجهدها فقد وجب الغسل. ومثل لذلك فقال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، فالنية أحد واجبات الوضوء، وإنما عرف ذلك بالاجتهاد من دلالات النصوص، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، فإذا قمتم معناه إذا أردتم القيامة، والإرادة هي النية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخره. وأن الوتر مندوب، فإن ذلك إنما مرجع فيه إلى الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الخمس ليلة المعراج، وقال: هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي، فلا زيادة ولا نقص في الواجبات من الصلاة. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر فكان سنة. وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، أي أن عقد النية من الليل شرط في صحة صوم رمضان، وكذلك كل الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا يمكن أن يكون الإنسان محاذيا لذلك إلا إذا كان عقد النية من الليل. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، كذلك ذكر هذا، أن الزكاة واجبة في مال الصبي. وذلك أن الزكاة
قيل هي من الأحكام التكليفية وقيل هي من الأحكام الوضعية. فإذا كانت من الأحكام التكليفية تكون مثل الصلاة ولا تكون واجبة إلا على المكلفين، وهذا مذهب أبي حنيفة. وإذا كانت من الأحكام الوضعية فتكون واجبة في المال، تكون مرتبطة بالمال كالإتلاف. فالصبي إذا أتلف شيئا أو المجنون إذا أتلف شيئا لزم في ماله، فكذلك تكون الزكاة حقا متعلقا بالمال لا متعلقا بمالكه، وهذا مذهب الجمهور. ولذلك يقول أحد الشعراء: أقول لشاد قد راح يسبي ببهجة حسنه قلب الكمي، ملكت الحسن أجمع في نصاب، فأدي نصابا فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة: لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة في إخراج الزكاة على الولي. وغير واجبة في الحلي المباح، كذلك الحلي الملبوس الذي تلبسه النساء قد اختلف في وجوب الزكاة فيه. فمن العلماء من رأى أنه قد انتقل عن الثمانية إلى أن أصبح عرضا من الأعراض، ولذلك لم يروا وجوب الزكاة فيه لأنه أصبح مثل اللباس. ولهذا قال الله تعالى: تستخرجون منه حلية تلبسونها. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه، وجوب الزكاة في الحلي. وفصل بعضهم فقال: إذا كان يلبس ولو يوما في السنة فلا زكاة فيه، وإن كان يدخر لعاقبة الدهر أو كان مكسورا فإنه تجب فيه الزكاة. وهذا القول بالتفصيل هو الأحسن في ذلك. هل نقف هو واصل؟ نقف. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، كذلك القتل إذا كان محدد له مور يدخل في الجسم كالسهم والسيف والسكين والرمح ونحو ذلك لا خلاف في أنه يجب القصاص. لكن إذا كان بمثقل غير حديد كضرب بعصر أو عمود أو حجر فمات به الإنسان، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم القصاص في ذلك أم لا، لأن هذا النوع يدخل في نطاق التعذيب. فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص فيه لأنه من قبيل التعذيب. وذهب الجمهور إلى أن القتل لا عبرة بآلته، فإنما هو قتل مطلقا. ولذلك إذا قتل بسم أو بكيميائي أو نحوه فإن القصاص في ذلك أيضا، ويقتل المرء بما قتل به. ولكن هذا حكم اجتهادي ليس نصيا، ولذلك وقع فيه الخلاف. ونحو ذلك من مسائل الخلاف، فكلها مرجع فيها إلى الاجتهاد، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، ما ليس طريقه الاجتهاد ولا يؤخذ عن طريق الاجتهاد، بل يؤخذ عن طريق النص والوحي، كالعلم بأن الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس واجبة. الصلوات الخمس العلم بوجوبها ليس مذهبا لأحد ولا مأخوذ من اجتهاد، وإنما هو نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. وأن الزنا محرم فإن ذلك بنص كتاب الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونحو ذلك من المسائل القطعية التي هي من مسلمات الشرع وقطعياته، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أو من القطعيات التي جاء بها النص القطعي الدلالة والقطعي الورودي، فلا يسمى ذلك فقها فليس مذهبا لأحد. فلا يقال مذهب مالك أن الصلوات المفروضة خمسون، أو أن الزنا حرام، أو أن شرب الخمر حرام، أو أن أكل لحم الخنزير حرام. فالمعرفة هنا العلم، المعرفة هنا معرفة هذا العلم كما ذكرنا في التعريف، المقصود بها العلم به، هذا الذي قاله المحلي. وقد ذكرنا التفريق بين المعرفة والعلم، ولذلك قال بمعنى الظن. فلا يقصد بها العلم الدقيق المحيط بذلك، بل المقصود الظن بذلك. وكان مالك يقول في الاجتهاديات: إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. فنحن مكلفون فيها بالوصول إلى الظن، ولا يجب علينا الوصول إلى القطع لأنه متعذر.
إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى على تعريف الأحكام، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.